الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل صحيح أن الجن يتلبس بالإنسان وأنه يدخله فيتحدث بصوت آخر ويحركه، وأحيانا يكون هناك أشخاص يصرعون ويضربون أنفسهم بسبب سماع بعض الآيات، فهل هذا قد وردت في صحته أدلة أم أنه محض وساوس تدفعهم إلى هذا الفعل، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، بل هذا من الحقائق التي أثبتها الدليل النقلي والحسي، وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الجان قد أقدره الله عز وجل على النفوذ في بدن الإنسان، ولم يخالف في ذلك إلا الفلاسفة والعقلانيون من المعتزلة وغيرهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم متفقون كلمة واحدة على أن من جملة ما أقدر الله عز وجل الجنية أنه ينفذ في بدن الإنسي، وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذه آية قد تواتر عن أهل السنة والجماعة مفسرين وعقديين وفقهاء أنهم يستدلون بها على إثبات أن الجن يدخل في الإنس. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. والواجب حمل ألفاظ الشريعة على ظاهرها، ولا يجوز تحريفها أو تأويلها أو إخراجها عن دلالتها إلا الظاهرية إلا بدليل الناقل، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو الوجوب على الظاهر حتى يرد الناقل عنه. فهذا دليل يدل على أنه يلج في بدن الإنسان. وقد ثبت في السنن والمسانيد أن مجموعة من هؤلاء الذين أصيبوا بشيء من مس الجان وتلبس الشيطان قد جاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعالجهم في قضايا متعددة، وإن كان في كل واحد من أسانيدها مقال، إلا أنها بمجموعها ترتقي إلى درجة الثبوت مع ما مضى من الأدلة والإجماع. ولا ينبغي الخلاف في هذه المسألة، لأنها مع توارد الأدلة النقلية عليها فإن الحس يثبتها، فإننا لا نزال بعض الناس يصاب بشيء من الأمراض من مرض المس فيتخبطه الجان فيبدأ يتصرف تصرفات ليست هي تصرفاته عادة، ويتكلم بكلام ليس هو كلامه عادة، بل وربما يخبر بأماكن لم يزرها ولم يسمع عنها، ويسمي أسماء لا يعرفها هو، ويخبر بأخبار غيبية عنه لا يدري عن حقيقتها. وربما بعض القراء ضرب الجان الملابس، والضرب في الظاهر يقع على الإنسي، ولكن إذا استفاق الإنسي وشفاه الله فإنه لا يحس بألم الضرب، لأن الضرب حقيقة وقع على الإنسي. ولا ينبغي أن نفتح قلوبنا ولا أسماع رؤوسنا لما يقرره الأطباء النفسيون الغربيون أو من تأثر بهم من أطباء المسلمين في إنكار هذه القضية، فإن من ينكر هذه القضية جاهل بعقيدة أهل السنة والجماعة وبأدلة الشريعة، فهي مسألة شرعية لا طبية ولا شأن لها بالطب، والدليل الشرعي فالمرجع في إثباتها إلى أدلة الشرع، وقد أثبتت أدلة الشرع كتابا وسنة وإجماعا أن هذه المسألة أن الجني يدخل في الإنسي ويتكلم على لسانه ويتصرف فيه، بل وربما قتله إذا أراد الله عز وجل ذلك. وهذا ليس بمقدور الجني ابتداء، وإنما الله عز وجل قدر كونا أن يقدر الجني على ذلك، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى، والله أعلم.